هذا ويؤكد المختصون أن المدخنين هم الأكثر عرضة للمضاعفات التي يخلفها الفيروس. نادية سلطاني استقصت الأمر عند الأخصائيين. خبراء الصحة يؤكدون أن الجهاز المناعي لدى المدخنين لا يقاوم الأمراض المعدية، لهذا يعدون الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا كوفيد-19. هذاك التدخين هذاك يأثر على الرئة، سا انترين دي زيريتاسيون اللي يحكم فيهم الكورونا فيروس أكثر من الناس الآخرين، واللي عنده رئة صافية مش مريضة يدافع على نفسه أكثر من اللي عنده رئة مريضة. الكورونا فيروس راهي يجي من اللمس تاع الفيروس ونوصله للأنف ونوصله للفم. السيد اللي يدخن العدد تاع التنقل من الأصبع إلى الفم أكثر من السيد اللي ما يدخنش. ضمان نجاح السيطرة على انتشار الوباء مرهون بمدى وعي هذه الفئة. أول شيء الأصعب هو أن الإنسان ذلك الإنسان يأثر على العائلة تاعه والناس اللي دارين به حتى ولو ما يدخنوش. لازم الناس اللي يدخنوا ولا يتناولوا السيجارة الإلكترونية ولا يتناولوا شيشة يوقفوا الآن التدخين. ماذا بينا الناس قاعدين يتكيفوا ويحبسوا. جو بونس بلي سي المومو وجامي بور اريتي دفيمي. اللي يتكيف دوكا يروح للدبانه ديريكت رايح وش على الموت. كشف نتائج أشعة المدخن تثبت سرعة التقاطه للعدوى، لذا هو الوقت الأنسب ليغتنم هذه الأزمة الصحية ويقلع عن التدخين، فرب ذرة نافعة.